مقابله كانت صعيبه للفريقين، انما بالطبع لولا ضربه الجزاء ما كانش غيشجعوا علينا بكل صراحه. مي مالوغوزمون الوقت اللي شدينا المقابله وبدينا كنستانسوا مع الاجواء ديال الديربي ريجيونال، جات ضربه الجزاء اللي كانت شويه قاسيه بكل صراحه. ما عرفتش واش ضربه الجزاء ولا لا، اللاعبين قالوا لي ما كايناش ولكن الله اعلم. جاتنا حنا ضربه الجزاء ديال جوزيف يمكن ما صفراش، مي غروسو مودو ليكيب دي فار كانت بريزونت جميع النواحي، دارت لقاء كبير، قاومت ندا مع بطل افريقيا. فحنايا لوبجيكتيف هو هاد اللاعبين هادو تكون عندهم يعني تكون عندهم القيمه المضافه في البطوله المغربيه. واليوم الفريق جيت كان حاضر، لو ضربه الجزاء تنظن كنا غنديروا لقاء كبير.